برحب فيكم من جديد مشاهدينا، وبجدد الترحيب بضيفي بالاستوديو اللواء الدكتور سيد غنيم المحلل العسكري. أهلا بك مجددا. أهلا بك. من القاهرة ينضم إلينا الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام والمختص في الشؤون العربية، ومن بيروت ينضم إلينا دكتور بول مرقص أستاذ القانون الدولي. وسأبدأ معك دكتور بول عن الأخبار المتداولة منذ ساعات قليلة، يعني ساعتين وشوي، أفادت بأن طائرات حربية إسرائيلية حلقت فوق مناطق لبنانية وصولا لبيروت. ماذا يحدث من وجهة نظرك؟ هنالك تهويل إسرائيلي بضرب لبنان، ولبنان كما تعرفين لا يحتمل كثير من الأعباء بعدما تكبد ما تكبده من معاناة اقتصادية ومالية ونقدية وانهيار للمعيشة العائدة للبنانيين ولجميع القاطنين فيه، ولا سيما منهم السوريين والفلسطينيين الذين يقاربون نصف عدد اللبنانيين. فبالتالي هذا البلد الصغير في حجمه ينوء تحت هذه التحديات في الوقت الذي تهدده إسرائيل بقصفه والاعتداء عليه، وهي لا تتوانى عن ذلك يوميا عبر طلعاتها الجوية. إنما الجديد في الأمر أن حزب الله قد ربط معركته بمعركة الطوفان الأقصى، وبالتالي هنالك احتمال جدي كي تتخذ إسرائيل ذلك ذريعة لشن الهجوم عليه بغية تأمين السلام بين هلالين يعني مستعمراتها في الجليل في شمال فلسطين، تحت حجة أن ثمة ربط بين الساحات أو معركة تضامنية مع غزة. طيب يا دكتور، الإعلام الإسرائيلي ذكر أن الجيش الإسرائيلي يستعد لرد إيراني من لبنان والجولان عقب اغتيال المسؤول بالحرس الثوري الإيراني بسوريا. هل تعتقد أن هذه الطلعات التي وصلت لأول مرة إلى بيروت بعد 7 أكتوبر يأتي في هذا الإطار؟ لا أربط ذلك تحديدا، لأن الاستفزازات الإسرائيلية كانت ولا زالت في الأسابيع القليلة الماضية وصولا إلى استهداف مواقع متقدمة في لبنان لا تتصل فقط في العمق الجنوبي، إنما أيضا تطول نقاط محددة لها ارتباطات تقول إسرائيل بحزب الله. إنما الخشية اليوم تكمن في الحرب التي يمكن أن يورط بها لبنان، وهو غير قادر على تحمل أعبائها، وهو غير متضامن بين أطيافه المختلفة كما كان الحال عليه عام 2006. وبالتالي لا شك في عدوانية إسرائيل، لكن أيضا لا مصلحة إلا في التمسك بالنسبة للبنان بالقرار 1701 الذي يضمن عدم الاعتداء عليها. أنت بتعرف يا دكتور أنه بحالة الحرب وبحالة الاستفزازات، وخصوصا ما يجري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، يعني ما في كتير مراعاة للقرارات الدولية من الجانبين، مش من جهة واحدة، خصوصا أن الدولة اللبنانية تنأى بنفسها أو تقول بأن لا سلطة لها على حزب الله. وسمعنا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمان الإسرائيلي لما قال نحن في حرب متعددة الساحات ونتعرض للهجوم من 7 قطاعات مختلفة، سميها غزة ولبنان وسوريا ويهودا والسامرة، أصدوا طبعا الضفة الغربية وهذا اسم توراتي، وأيضا من العراق واليمن وإيران. وبالتالي هو قال أنه بالفعل تم التحرك بستة، وبيقول بشكل واضح أنه هناك يجب أن يكون يعني ما حدا راح يكون بمنأى عن استهدافاتنا وما راح يكون في حصانة لأحد. هذا يعني كلام واضح. معك حق، لكن في مطلق الأحوال لا مصلحة للبنان إلا بالتمسك بقرارات الشرعية الدولية، ماذا لديه سوى ذلك؟ يعني طبعا لا ننكر أن ثمة محزوم من المقاومة يجب أن يستفيد منه لبنان بصرف النظر
عن الإشكالية القائمة في أن هذه المقاومة تتخذ قرار السلم والحرب بمفرده، وبصرف النظر عن اعتراض عدد كبير من اللبنانيين على ذلك، وأنا أقر بذلك، لكن يجب الاستفادة من هذا المخزون وتوظيفه لصالح استراتيجية دفاعية للبنان. لكن في الوقت عينه سيدتي ليس للبنان أي سند قانوني سوى الشرعية الدولية. يجب على لبنان ومن مصلحة لبنان استراتيجية التمسك بالقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي معطوفا على اتفاقية الهدنة. في سوى ذلك أنت أمام متوحش اليوم يضرب غزة لا رادع من أن يضرب لبنان سوى هذه المقاومة، ونحن لا نريد التفريط بالمقاومة، نريد أن تكون المقاومة فعل دفاعي وليس فعل استفزازي هجومي. طيب انطلاقا من هذه النقطة سأعود إلى الاستوديو لو سمحت لي دكتور بول مع دكتور سيد. مثل ما سمعنا يوسف جالانت عم بيقول أنه هو يحارب إيران ومن جبهات متعددة وفي جبهات متعددة، وذكرنا من شوي لما حكينا عن السفينة الهندية التي قصفت بصاروخ إيراني في البحر الأحمر، برأيك كيف يمكن أن ترد الهند على ذلك؟ تمام فندم. طبعا هو في كلام انه صاروخ او درونز زي ما قلنا حتى الان، احنا بنرجح صاروخ، لكن الهند بتقول انه هو درونز بالمناسبه، ومش دي المشكله. ايران بتنكر انها يعني هذا كلام ليس له اساس من الصحه برضو، لكن انا متوقع عده ردود افعال ليس من الهند فقط. الهند على سبيل المثال مما لا شك فيه ستنشر سفن حربيه فورا. هي كان لديها واحده اللي هي كالكوتا، اس كالكوتا اللي هي موجوده كانت اعتقد في بحر عمان ونقلتها الى خليج عدن قريبه جدا من اليمن. اعتقد ستنشر على الاقل من 2 الى 3 الى 4 سفن حربيه اخرى، سواء تعمل تحت العلم الهندي او تحت علم حارس الازدهار اللي هي بريسبورتي جارديان اللي هي القوى الجديده التي او 153 موجوده اي ما يكون. ليس هذا فقط، اعتقد الولايات المتحده الامريكيه ستستغل هذه الفرصه لدعوة دول أخرى. يعني أنا متأكد تماما من الذي يطلب من الهند بتاخد فندم من السعودية والعراق أكبر كمية من النفط. يعني هذه السفينة كانت متوجهة إلى مانجالور اللي هي في جنوب الهند، وده اعتماد رئيسي. كوريا بقى، اليابان، الصين طبعا معلش الحزبة الأمنية مختلفة، ولكن تلك الدول تعتمد أساسا على النفط في منطقة الخليج العربي بما فيه إيران بالتأكيد. فأعتقد أن كوريا ستدعى للمشاركة في هذا التحالف بشكل من الأشكال، وتدفع سفن سواء تحت العلم الكوري أو في التحالف، وهو الأرجح. يعني هذا التحالف بعده ما كتير واضحة معالم، خصوصا مع دخول دول وانسحاب دول بهذا الأسلوب فرصه بتزيد. طيب هذه السفن ستأتي لحماية سفن الدولة نفسها أو حماية الملاحة بشكل عام برأيك؟ سؤال مهم جدا يا فندم. بتكون عادة أولا الحماية الأولى للسفن التي لها دول مشاركة إذا كان في حجم أكبر من السفن. نحن نرى الآن الحقيقة أن الحوثيين لم يستهدفوا إلا السفن التي تتعلق بإسرائيل، وهني أعلنوا ذلك حقيقة. حتى اللي احنا شايفينه على في البحر يعني بالنسبة اللي هي السفينة اللي هي بلوتو شيم بلوتو، أنا مش متأكد لها أي طرف تاني أو ثالث أو رابع أو زي ما يكون تابعية لإسرائيل. حتى الآن لم أصل لشيء شخصيا، ربما فريق البحث سيقول لي قريبا جدا. لكن اللي عايز أقوله في هذه الحالة ومع كل الظروف اللي بتحصل وأيا كان مين من سيستهدف من، بتكون دايما الأولو. يعني مثلا في الإيماسور اللي أنا ألقيت فيها محاضرات من قبل موجودة في خليج هرمز، دي قوة أوروبية لدعم السلام وليس للحماية أكثر، ولكن بتقوم بتعمل سكورتينج للسفن باختار سابق، وبيكون عادة للدول المشاركة أو على الأقل القريبة من أوروبا، ولكن لدول أخرى تسمح. فإذا أنا متفق مع حضرتك بيكون الأولوية لمن لهم سفن، أنا هحمي سفينتي بالتأكيد أكثر يعني قبل أي سفينة أخرى. دكتور بول، بشمال إسرائيل اجتمع رؤساء بعض الكيبوتس مع يعني ممثلين عن الجيش الإسرائيلي، وطالبوهم باجتياح جنوب لبنان والقضاء على حزب الله بشكل نهائي ويجعلوا هدف معلن مثل القضاء على حماس. برأيك هذا موقف يعني لا يقولوا أنه نحن بعدنا عم نتصرف تحت رغبة، تحت مستوى رغبة شعبنا، أو هو للترويج الإعلامي؟ نعم، أنا لا أستغرب هذا الكلام،
لأن التجيش الإسرائيلي قائم على نظرية البقاء والاستمرار في السلطة وتفادي المحاكمة قدر الإمكان. هذا وضع نتنياهو. نتنياهو يعرف تماماً أن بعد الحرب ستقام لجان التحقيق التي ستنظر في أحداث 7 من أكتوبر، وبالتالي يريد أن يذهب بالحرب إلى أقصاها، ويريد أن ينتصر في البقع التي يحركها كغزة ومن ثم جنوب لبنان لا سمح الله. هذا ما ينوي هذا العدو أن يفعله، وبالتالي كل هذا التوظيف اليميني يذهب في هذا الاتجاه. المعركة ليست معركة عسكرية، ليست معركة تتعلق بالغير، هي معركة تتعلق بالداخل الإسرائيلي. وبالفعل عندما كنت في اجتماع يعني في مجلس أوروبي قيل لي تحديدا انتظروا الحرب في لبنان تبعا للداخل الإسرائيلي، راقبوا الداخل الإسرائيلي، إذا احتاج نتنياهو إلى خشبة خلاص إضافية سيذهب معكم إلى الحرب. وأعتقد أن هذا هو بيت القصيد، ليس بيت القصيد لا حماية المستعمرات الإسرائيلية الصهيونية في شمال فلسطين ولا سوى ذلك. المسألة تكمن في ربما هذا يأتي أيضا بإطار اللي ذكر قبل يومين عن أو يعني قبل يوم أو يومين أنه نتنياهو كان يريد شن ب 11 أكتوبر هجمات استباقية على حزب الله، وتم بين هلالين منعه أو ردعه خلينا نقول من قبل بايدن. رح نحكي تفاصيل أكثر إذا بتسمح لي دكتور بول، أنا آسفة رح نرجع للنقطة اللي بتريدها ولكن بعد ما نذهب إلى فاصل إذا بتسمح لي دكتور سيد. مشاهدينا بتمنى تبقوا معنا.